معانا ام مازن. تلقى ايوه اول سؤال. ام مازن اتفضلي. ايوه ازيك يا دكتور؟ ازي صحتك؟ نعمه وفضل الحمد لله. كل سنه وحظك طيب. الله يرضى عنكم ومبارك فيكم وحضرتك طيبه وبخير وبصحه طيب وسلام. انا عندي بنت واحده وعندي ذهب يعني حوالي 70 80 جرام. هل انا عامله عمليه ورم تحت المخ وخايفه لو اموت، عايزه اريح ضميري يعني قبل ما اموت. هل اني لو اديت للجدعان كل واحد يعني اوزع على الجدعان، ولا ادي لها هي هو كله؟ اعملي اللي انت عايزاه، دي فلوسك ومالك، اعملي اللي انت عايزاه وربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى لا حاسبك ولا حاجه، دي فلوسك اعملي فيها اللي انت عايزاه. لا بس عشان ما يبقاش حرام عليا، لان ما انا بقول لك مش هيبقى حرام عليكي انت، ده مالك وانت مش محجور عليكي، فتصرفي في مالك فيما تستطيعي فيما تحبي. الامر الثاني يعني مثلا لو في حد محتاج اكتر من الثاني فاديتي له اكتر، دوت مش هيحصل، مش هيكون فيه اي حاجه. خلاص؟ يبقى الله يسترها معاك دنيا واخره، وده انا ادعي لك لحد يوم ما اموت في موضوع عايز اكلمك فيه بس مش هينفع على الهوا. طيب حضرتك خدي رقم التليفون ونتكلم ان شاء الله يا ام مازن. طيب.